بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أهلا بحضراتكم في بند 6.3 إيجاد معادلة منحنى دالة باستخدام التكامل. مثال 3، أوجد معادلة منحنى الدالة F الذي ميله عند أي نقطة بـ XY يساوي 3X تربيع ناقص 4X زائد 1 ويمر بالنقطة A 1 و2. الميل اللي هو f'x بيساوي 3x تربيع ناقص 4x زائد 1. علشان نجيب منحنى الدالة fx هنكامل f' يعني تكامل 3x تربيع ناقص 4x زائد 1 dx. 3x تربيع تكاملها 3x تكعيب على 3 ناقص 4x تربيع على 2 زائد x زائد c. نختصر الدالة، 3 تروح مع 3x تكعيب ناقص 2x تربيع زائد x زائد 1، ده منحنى الدالة المطلوب. لإيجاد الـ c نعوض بالنقطة 1 و2، يعني 2 تساوي 1 أس 3 ناقص 2 ضرب 1 أس 2 زائد 1 زائد c، ومنها 2 تساوي 1 ناقص 2 زائد 1 زائد c، يعني c تساوي 2. معادلة المنحنى المطلوب هي f of x بتساوي اللي هي الدالة دي x تكعيب ناقص 2x تربيع زائد x زائد 2. حاول أن تحل 4. أوجد معادلة منحنى الدالة f الذي ميله عند أي نقطة في x و y يساوي سالب 8x تكعيب زائد 3x تربيع ناقص 2x زائد 4 ويمر بالنقطة سالب 1 و5 وسالب 5. قلنا أن ال f'x تساوي سالب 8x تكعيب زائد 3x تربيع ناقص 2x زائد 4، والـ fx بتساوي ايه؟ تكامل الدالة اللي هي سالب 8x تكعيب زائد 3x تربيع ناقص 2x زائد 4. يبقى التكامل سالب 8x أس 4 على 4 زائد 3x أس 3 على 3 ناقص 2x أس 2 على 2 زائد 4x زائد c. اختصر الدالة، تصبح سالب 2x أس 4 زائد 3x تكعيب 2 تروح مع 2 تبقى سالب x تربيع زائد 4x زائد c. لإيجاد ال c نعوض بالدالة بالنقطة سالب 5 وسالب 1 وسالب 5 في الدالة. كل x هنحط مكانها سالب 1 وال f of x هنحط مكانها سالب 5، يعني سالب 5 هتساوي سالب 2 في السالب 1 أس 4 زائد سالب 1 والكل أس 3 ناقص سالب 1 والكل أس 2 زائد 4 ضرب سالب 1 زائد c، ومنها c تساوي 3. يبقى منحنى الدالة المطلوب f of x يساوي سالب 2x أس 4 زائد x تكعيب ناقص x تربيع زائد 4x زائد 3. حاول 5، إذا كان ميل العمودي على منحنى الدالة f عند أي نقطة عليه يساوي جذر 5 ناقص 4x، فأوجد معادلة المنحنى عندما يمر بالنقطة a سالب 5 و3. الحل، ميل العمودي سالب 1 على f داش اوف x والf داش لا تساوي صفر، اذا سالب 1 على f داش بتساوي جذر 5 ناقص 4x، وبالتالي ان f داش بتساوي سالب 1 على جذر 5 ناقص 4x. نكامل f اوف x بتساوي تكامل سالب 1 على جذر 5 ناقص 4x dx، حولها للصورة الأسية ونطلع السالب برا، سالب تكامل 5 ناقص 4x والكل أس سالب نص دي إكس بالضرب في سالب 4 قسمة على 4، يعني الناتج تصبح الدالة في إيه؟ في مشتقتها، يعني الناتج ربع ضرب الدالة مشتقتها سالب إيه؟ سالب 4، يعني 2 على 1 في 5 ناقص 4 إكس أس نص زائد سي. نضرب في ربع، ربع ضرب 2 على 1 يعني نص، وهنا نحول إلى الصورة الجذرية كما كانت، جذر 5 ناقص 4x زائد ربع ضرب c. تابع الحل، نعوض بالنقطة اللي هي سالب 5 و 3، 3 تساوي نص جذر 5 ناقص 4 في السالب 5 زائد ربع c، ومنها c تساوي 2. نعوض في الدالة f of x اللي هو بتساوي نص جذر 5 ناقص 4x زائد ربع c، يعني ربع ضرب 2 يعني نص.
حاول 5 إذا كان ميل العمود لمنحنى الدالة F عند أي نقطة 2 x ناقص 1 فأوجد معادلة المنحنى علما بأنه يمر بالنقطة B 1 و0. الحل ميل العمودي سالب 1 على F داش والF داش لا تساوي 0 يعني سالب 1 على F داش تساوي 2 x ناقص 1 ومنها F داش x تساوي سالب 1 مقسوما على 2 x ناقص 1 لإيجاد Fx نكامل سالب 1 على 2x ناقص 1 dx أصبحت هنا إيه؟ بمجرد النظر سالب 1 على 2 لن المقام يعني لن 2x ناقص 1 بالمطلق زائد c نعوض بالنقطة 1 و0 لإيجاد c 0 تساوي سالب نص لن 2 ضرب 1 ناقص 1 زائد c ومنها c تساوي 0 لأن 2 في 1 ب 2 ناقص 1 1 لن الواحد تساوي 0 أو يمكن استخدام الحاسبة وبالتالي فإن معادلة المنحنى المطلوبة f هي f of x تساوي سالب نص على سالب نص لن 2x ناقص 1. استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.